بالنسبة لأخبار المحافظات، في كفر الشيخ تم دعم قطاع الإسعاف بتسع سيارات جديدة بتكلفة 63 مليون جنيه، وفي أسوان تم إقامة محطة تعبئة متنقلة لاسطوانات البوتاجاز. كمان في الوادي الجديد تم إصدار حوالي 94 بطاقة تموينية ذكية للمواطنين. في بني سويف تم استلام 8 أطنان سكر وأرز لتوزيعها على الأولى بالرعاية. تفاصيل وأخبار أكثر من المحافظات هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن دعم قطاع الإسعاف بتسع سيارات جديدة بتكلفة 63 مليون جنيه مجهزة بأحدث المعدات الطبية، ليصل عدد سيارات الإسعاف ل 94 سيارة على مستوى المحافظة. في أسوان أكدت المحافظة إقامة محطة تعبئة متنقلة لاسطوانات البوتاجاز سواء للجمهور أو المستودعات، لتكون على هيئة مصنع مصغر بهدف تحقيق التوازن المطلوب وتوفير هذه السلعة الحيوية والهامة بسعر المصنع، وهو 100 جنيه للاسطوانة المنزلية وزن 12.5 كيلوغرام. في الوادي الجديد أعلن مركز الخدمة المطور بمديرية التموين وصول 94 بطاقة تموينية ذكية جديدة للمديرية والإدارات التابعة لها، على أن يتم تسليم البطاقة لصاحبها شخصياً بصورة البطاقة الشخصية. في بني سويف شهدت المحافظة استلام 4 طن سكر و4 طن رز ضمن الدفعة الثانية في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارتي التضامن والأوقاف وبالتنسيق مع وزارة التموين لتوزيعها على الفئات والأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً اللي بتستهدف آلاف المستفيدين بمختلف مراكز ومدن المحافظة. في الغربية أعلنت المحافظة عن البدء في إنشاء كورنيش لمدينة ومركز باسيون على نهر النيل فرع رشيد. يهدف هذا المشروع لإنشاء منطقة ترفيهية وسياحية جديدة تعمل كمتنفس لأهالي مركز باسيون والمناطق المحيطة به. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الدفع بسيارة خدمة عملاء متنقلة لتلقي طلبات التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي قرية الكولا بمركز أخميم للبدء في التوصيل على الشبكة وتشغيل المشروعات ودخول الخدمة للمواطنين، وبيأتي المشروع ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بتكلفة تبلغ 100 مليون جنيه وبيخدم أكثر من 13 ألف مواطن. في الإسكندرية أطلقت مديرية الصحة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف وحي أول المنتزه قافلة طبية لتقديم الخدمات والتوعية لأهالي ومواطني عزبة المهاجرين بنطاق الحي، وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في عدة تخصصات وتم صرف العلاج مجاناً للحالات المستحقة.